تزداد قدرات الجيش الحر العسكرية المتمثلة بالصناعة المحلية ودون أي اكتراث بالوعود الخارجية لتسليح الجيش الحر والتي غالبا ما تذهب أدراج الرياح. معامل الدفاع في الغوطة الشرقية التابعة للواء أبو ذر الغفاري إحدى المعامل التي استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي بالذخائر والسلاح بل ورفض كتائب وألوية عديدة من الجيش الحر بتلك الذخائر والأسلحة. أخي هاي الطلقات فوارق اللي عم نلمها من المباني المركزة فيها الشبيحة والأمن عنا بالمنطقة، ناخذ هاي الضروب لحنا منحطها على المكنة مننظفها منقملها الكبسونة تبعها، هاي الكبسونة هون من إيمان منحطها بيطلع الضرب نتحدى فيه روسيا والصين وإيران وكل الدول اللي عم تصدر. هذا الضرب أحسن من الروسي، وهاي منصدر هون لحنا لكل الجبهات، هاي كلها ضروب تعباية من عنا. تشغل تصنيع مخازن السلاح وتعبئة الذخيرة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة حيزا كبيرا في معامل الدفاع، وخاصة مع ارتفاع سعر الطلاقة الواحدة لمبلغ كبير ليحقق المعمل وفرة في التكلفة، لتنخفض سعر الطلاقة المصنعة محليا إلى الربع عن مثيلتها، حيث يتم جمع ما يعرف بالفوارغ من جبهات القتال بعد كل عملية اقتحام للمواقع التي كانت تتحصن بها شبيحة الأسد، ليتم تعبئة الذخائر في الآلات ومعدات أعدت لذلك الغرض. بعد ما مننظف الضرب نحطه بقلب المضاب عشان نضبه بحيث يرجع مثل أساسي، نضبه بهذا الشكل هي. هلا بعد ما نضبه بصير جاهز للتباوي، منعبي ونحط له المخزوف. تحتوي معامل الدفاع أيضا على وحدات هندسة للتعامل مع القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام ولم تنفجر، حيث يتم إعادة تصنيعها واستخدامها مجددا. طيب طبعا هدول نزلوا على بيوت المدنيين، إجانا أحد الأخوة المدنيين بالإرسال لعنا لنقوم بتفكيكها ونستخدمها ونشتغل فيها كألغام كقذائف يعني إلها شغل كتير. وبدي بس إلك على شغلة بسيطة، هاي القذيفة ما فجرت، هاي خرقت طبقين ونزلت لتحت، هاي ما تفجر، هاي شو بده يصير بأخواتنا المدنيين؟ الخبرات العديدة المتوفرة في معامل الدفاع تمكنت من تطوير العديد من الأسلحة والذخيرة، حيث تم صناعة قذائف هاون من عيار 200 صنعت خصيصا لقصف المواقع شديدة التحصين لقوات النظام، كما تم تصنيع قنابل الإنيرجا بتكلفة زهيدة تبلغ الدولار والنصف. مع استمرار الوعود الكاذبة لتسليح الجيش الحر، يطور الجيش الحر أسلحته المصنعة محليا دون أي اكتراث لتلك الوعود. لأورينت نيوز، يمان السيد، ريف العاصمة دمشق.